السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد خاص بالمرجع في الرياضيات المستوى الثالث. ستجدون في هذا الفيديو التمارين الموجودة في الصفحة 46 من الكتاب المدرسي، دائما في إطار الدرس رقم 10، الضرب في عدد مكون من رقمين في نطاق الأعداد من 0 إلى 9999. نبدأ على بركة الله يعني في تمارين خاصة بالحصة الرابعة. التمرين الأول في هذه الصفحة هو التمرين رقم 11، جو بوز إي جو فيكتوي، نضع وننجز. نبدأ بهذه العملية. 157 في 43، 3 في 7 21، أكسب الواحد وأحتفظ بالإثنان، 3 في 5 15 والإثنان 17، أكسب السبعة وأحتفظ بالواحد، 3 في 1 3 والواحد 4، نضع نقطة تحت الواحد، 4 في 7 تساوي 28، أكتب 8 وأحتفظ بالإثنان، 4 في 5 تساوي 20 والإثنان 22، أكتب الإثنان وأحتفظ بالإثنان، 4 في 1 4 والإثنان 6، قوموا بعملية الجمع، 1 زائد لا شيء 1، 7 زائد 6 15، أكتب الخمسة وأحتفظ بالواحد، 5 زائد 2 تساوي 7، 7 زائد لا شيء 6 زائد لا شيء تساوي 6. إذا هذا الجداء أو جداء 157 في 43 يساوي 6751. بالنسبة لهذه العملية هنا 486 مضروبة في 15، 5 في 6 30، أكتب الصفر وأحتفظ بالثلاثة، 5 في 8 تساوي 40 زائد 3 تساوي 43، أكتب الثلاثة وأحتفظ بالأربعة، 4 في 5 تساوي 20 والأربعة 24، أضع النقطة تحت الصفر، 1 في 6 6، 1 في 8 8، 1 في 4 4، نقوم بعملية الجمع، 1 زائد 0 زائد لا شيء 0، 3 زائد 6 9، 4 زائد 8 12، أكتب الإثنان وأحتفظ بالواحد، 3 زائد 4 7. إذا جداء 486 في 15 يساوي 7290. انتقل للتمرين رقم 12، أتأكد من المتساويتين بوضع وإنجاز العمليات في دفتري ثم أصحح بكتابة الرمز المناسب. إذا هنا عندنا متساويين، تأكدوا واش صحيحة. سنقوم بجداء أو عملية الضرب الخاصة ب 285 في 34، ديجا قمت بها. 285 في 34، 4 في 5 20، أكتب الصفر وأحتفظ بالإثنان، 4 في 8 32 والإثنان 34، أكتب الأربعة وأحتفظ بالثلاثة، 4 في 2 8 والثلاثة 11، أضع نقطة تحت الصفر، 3 في 5 15، أكتب الخمسة وأحتفظ بالواحد، 3 في 8 24 والواحد 25، أكتب الخمسة وأحتفظ بالإثنان، 3 في 2 تساوي 6 و هنا عندي خطأ، لا 3 في 2 6 والإثنان 8 صحيح. إذا 1 0 زائد لا شيء 0، 4 زائد 5 تساوي 9، 1 زائد 5 تساوي 6، 1 زائد 8 تساوي 9. إذا هذا الجداء يساوي 9690. نشوفوا الجزء الثاني للمتساوية اللي هو عملية الجمع، 5 زائد 5 تساوي 10، أكتب الصفر وأحتفظ بالواحد، 8 زائد 1 تساوي 9، 9 زائد 6 تساوي 15، أكتب الخمسة وأحتفظ بالواحد، 4 زائد 5 تساوي 9، 9590. إذا ردت البال هذه متساوية خاطئة، لأن الجزء الأول لا يساوي الجزء الثاني، الجزء الأول كيساوي لنا 9690، هنا 9590، فرق ديال 100. إذا نرجعوا للتمرين، أنا حاولت نوضحهم هنا بقلم رصاص. إذا هذا الجداء كيساوي لنا 9690، بينما الجمع كيساوي لنا 9590، إذا هذه المتساوية خاطئة، وبالتالي 9690 أكبر من 9590، يعني الجداء أكبر من المجموع. ننتقلوا لعملية الضرب الثانية، 187 في 48، 187 في 48. كنعتذر على هاد لي تخافد الماء اللي كاينين هنا، حيت كنصور في واحد الظروف واللي حاكي بلا قياس، انت كتكتب هو كيوسخ موراك، كنعتذر. نقدر نعاود الورقه جوج مرات ثلاثه ونفس النتيجه، مشاغب. نعاود 8 في 7 56، اكتب 6 واحتفظ بالخمسه، 8 في 8 64 والخمسة 69، أكتب 9 وأحتفظ بالستة، 8 في 1 68 14، نوضع نقطة تحت من 6، 4 في 7 تساوي 28، أكتب 8 وأحتفظ بالاثنان، 4 في 8 تساوي 32 والاثنان 34، أكتب الأربعة وأحتفظ بالثلاثة،
أربعة في واحد أربعة والثلاثة سبعة، نقوم بعملية الجمع. إذا ستة زائد لا شيء ستة، تسعة زائد ثمانية سبعة عشر، أكتب السبعة واحتفظوا بالواحد. خمسة زائد أربعة تساوي تسعة، واحد زائد سبعة تساوي ثمانية. إذا 8976، 8976. الجزء الثاني هو عبارة عن عملية طرح، نقوم بالطرح. إذا 9800 ناقص 1318، صفر ناقص 8 لا يمكن. إذا غادي نتسلف من العشرة، ناخذ واحد العشرة ونفككها، أصلا العشرة فيها صفر. إذا نبداو من المئات، آخذ 100، إلا حيدناها 100 من هنا غتولي عندي 7، وهنا غتولي عندي 10 ديال العشرات، ناخذ منها واحد غتولي عندي 9، وهنا تولي عندي 10. إذا 10 ناقص 8 2، 9 ناقص 1 8، 7 ناقص 3 4، 9 ناقص 1 8. إذا الطرح كيساوي لنا 8482، والجداء كيساوي 8976. إذا حتى هاد هاد المتساوية خطأ، لأن الجداء أكبر من الطرح. نرجعوا لهنا، حاولت يعني هنا الجداء أكبر من الطرح. فيما يخص تمرين رقم 13، ألاحظ مبيعات أحد المزارعين من التمر في السوق الأسبوعي بألفود، أحسب عائدات هذا المزارع بوضع وإنجاز العمليات اللازمة. شنو باع في هاد السوق هاد المزارع؟ ثمر رفيع يعني مجهول، هو واحد الكاليتي اللي معروفة. وهذا إذا أخذ 27 كيلوغرام، باع 25 عفوا، باع 25 كيلوغرام ب 830 درهم للكيلوغرام الواحد. كذلك شراب التمر المعروف بتحلاوة 12 لتر ب 35 درهم للتر الواحد. ثم باع زيت التمر 8 قارورات ب 845 درهم للقارورة الواحدة. بغينا نعرفوا العائدات ديال هذا المزارع. إذا نعرفوا الثمن اللي ربح من بيع المجهول، اللي ربح من شراب التمر، ثم من زيت التمر. نبدأ بالنسبة للتمر المجهول، غنديرو 25 في 130، 25 في 130، نقولكم العملية دي جنجسة، 130 في 25 هو باش نلقاو العائدات من غير من بيع التمر الرفيع اللي هو المجهول. اذا 5 في 0 0، 5 في 3 15، اكتبوا الخمسة واحتفظوا بالواحد. 5 في 1 5 والواحد 6، اضع نقطة تحت الصفر. 2 في 0 0، 2 في 3 6، 2 في 1 2. اذا 2 زائد لا شيء، عفوا 0 زائد لا شيء 0، 5 زائد 0 5، 6 زائد 6 12، اكتبوا الاثنين واحتفظوا بالواحد. 1 زائد 2 3. اذا العائدة ديال هذا المزارع من التمر المجهول فقط هو 3250 درهم. انا حاولت نكتبها هنا عموديا، 130 في هذا 3250 درهم. ثم نشوفوا شراب التمر، باع 12 لتر ب 12 لتر ب 35 لتر، 35 درهم لتر الواحد. اذا 12 في 35، العمليه امامكم، 35 في 12 2 في 5 10، اكتبوا الصفر واحتفظوا بالواحد. 2 في 3 6 والواحد 7، نوضعوا نقطه تحت من الصفر. 1 في 5 5، 1 في 3 3، 0 زائد لا شيء 0، 7 زائد 5 12، اكتبوا الاثنين واحتفظوا بالواحد. 1 زائد 3 4، 420 درهم. اذا العائدات ديالو غير من شراب التمر هي 420 درهم. 145 في 8 هما باش نعرفوا عائدة ديالو من بيع زيت التمر. إذا العملية هي أمام ديالكم، 8 في 5 40، أكتبوا الصفر واحتفظوا بالأربعة. 8 في 4 32 والأربعة 36، 4 8 في 1 8 في 1 تساوي 8 ومشي الأربعة. إذا 4 في 3 تساوي 4 في 8 32 و 4 36. إذا هنا كاين خطأ، خص تكون عندنا تما فقط 11، لأن 8 زائد 3 11، نصحح تما غير 11، نعتذروا 11. وبالتالي العائدات ديال هذا من زيت التمر هي 1160، وبالتالي غادي تكون عندي كذلك هنايا غير 4830. العائدات هي 4830 فقط. شنو غادي نديرو باش نلقاو العائدات كامله؟ غادي نجمعو، نديرو عمليه الجمع. هنا غنديرو 3250 زائد 420 زائد 1160، هنا غير 100 ماشي، هنا غير 1 وليس 2، وهنا في بلاصه 9 خصها تكون 8.
انتقلوا للتمرين أو الحصة الخامسة، تمرين رقم 14. يخصص أحد المتاجر الكبرى جوائز قيمة للزبناء الذين تجاوزت مشترياتهم مبالغ معينة. ألاحظ ثم أقوم بإنجاز العمليات اللازمة في مسودتي وأصل كل زبون بجائزته. إذا أول حاجة نقوم بالعملية التالية، هي اللي هي 96 في 28. ستة وتسعون في ثمانية وعشرون. ثمانية في ستة تساوي 48. أكتب الثمانية واحتفظوا بالأربعة. ثمانية في سبعة تساوي 56 والأربعة 60. هذا راه غير احتفاظ، غير درتو كبير. اثنان في ستة 12. أكتبوا الاثنان واحتفظوا بالواحد. اثنان في أربعة في سبعة 14 والواحد 15. قوموا بعملية الجمع. ثمانية زائد لا شيء ثمانية. صفر زائد جوج جوج. ستة زائد خمسة 11. أكتبوا الواحد واحتفظوا بالواحد. واحد زائد واحد جوج. وبالتالي هذه كتساوي لي 2128. كنحاول ديما نكتبها هنا 2128. الآن غادي نقوموا بالعملية التالية اللي هي 28 في 19. 28 في 19. 9 في 8 72. أكتبوا الاثنان واحتفظوا بالسبعة. 2 في 9 18 والسبعة 25. نوضعوا نقطة تحت الاثنان. 1 في 8 8. 1 في 2 2. 2 زائد لا شيء 2. 5 زائد 8 13. أكتبوا 3 واحتفظوا بالواحد. 3 زائد 2 5. إذا 532. 532. ثم هنا 63 في 17. 63 في 17 العملية هي 7 في 3 21. أكتبوا الواحد واحتفظوا بالاثنان. 6 في 7 6 في 7 42 والاثنان 44. أضعوا نقطة. 1 في 3 3. 1 في 6 6. نقوم بالجمع. 1 زائد لا شيء 1. 4 زائد 3 7. 4 زائد 6 10. إذن تساوي 1071. إذن هنا 1071، هنا 532، وهنا 2128. نبدأ بالنسبة لهذه الجائزة، تخصص للناس اللي عندهم ما بين 500 و 1000. إذن 500 و 1000 هي 532. إذن سنصل البطاقة الثانية بالجائزة الأولى، ثم هذه الهدية تخصص ما بين 1000 إلى 2000. إذن البطاقة الثالثة مع هذه المكواس، ثم 2129 هي البطاقة الأولى مع الهاتف النقال لأنه من 2000 حتى 3000. آخر تمرين في هذا الدرس وفي هذه الصفحة كذلك، قطع ممثل تجاري المسافة بين الدار البيضاء ومراكش 22 مرة خلال شهر يوليوز. أحسب المسافة التي قطعها خلال هذا الشهر. بعد نشوف شنو هي من الرسم. غادي أخذو يعني هذه هي مراكش وهذه هي يعني الدار البيضاء. شنو هي المسافة التي تفصل بينهما؟ هي 228 كيلومتر. هذا الوكيل التجاري أو الممثل التجاري مشى هذه المسافة 22 مرة. إذا غادي نديرو 228 مضروبة في 22. العملية قدامكم. 2 في 8 16. أكتبوا 6 واحتفظوا بالواحد. 2 في 2 4 والواحد 5. 2 في 2 4. نضعوا نقطة تحت 6 ونفس القضية. 2 في 8 16. 2 في 2 4 والواحد ديال الاحتفاظ 5. 2 في 2 4. نقوموا بعملية الجمع. 0 زائد 6 زائد لا شيء 6. 5 زائد لا خطأ كبير. 5 زائد 6 11. أكتبوا الواحد واحتفظوا بالواحد. و5 زائد 5 تساوي 10 و5. إذا قطع هذا الوكيل مسافة مسافة 5016 كيلومتر. 5016 كيلومتر.